عليكم. سلام. علاش كتلبسي هاد الكسوة؟ لا سمتي اليوم؟ لا. علاش ما سمتيش؟ ما صمتش. شكون اللي جابك هنايا؟ أميمة. علاش صمتي؟ صمتي؟ سميتي؟ إشراق. إشراق؟ إشراق. إشراق سمتي اليوم؟ علاش لبستي اليوم؟ شنو درتي ليدي؟ شنو درتي ليدي؟ شنو اللي دارت هكا في يدي؟ شنو دارت الحنة؟ هذيك البنت. سميتها؟ كاش سميتها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دايرين؟ سلام. لاباس؟ الله يبارك فيك. وشي انت يا واش؟ الله يبارك فيك ويدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر يا رب. هو داكشي ديال ليلة 27 كنحتفلوا بالوليدات ملي كيصوموا الصيام ديالهم الأول، كنحتفلوا بهم بحال كنشجعوهم كنفرحوا بهم، كنديروا مناقش كنلبسوهم باش كيفرحوا وكيتشجعوا على الصيام. يعني واش هاد العادة كتشوفيها جديدة على مدينة زي؟ دائما كاينة هاد العادة. بالنسبة لمدينة زي جديدة عليها. واو، هي كانت من قديم زمان وكاين الحمد لله، يعني داكشي كيتغادي وكيتطور وداكشي زوين زعما الحمد لله. لا شوية، لا الحمد لله، لا هاد العام زعما الحمد لله. يعني الناقش واللبيسات واكسسوارات وداكشي، البنيات كيشوفوا داكشي كيفرحوا عجبهم، كتشوف وحدة لابسة بحال العروسة كتبغي تاهي تلبس وتناقشوا. لا ماشي أنايا، لا كاين البنات اللي كيلبسوهم كيديروا الناقش كيديروا مزيان. الله يبارك فيك عليك وعلى جميع المسلمين كاملين يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى. الله يبارك فيك أسيدي. شكرا. شنو هي الاحتفالات اللي كتحتفلوا بليلة القدر؟ نعم. وشنو الفرقة ديالكم؟ الطائفة الشرقية العيساوية برئاسة المقدم وديعة الشرقي من مدينة وجدة. كتجي هنا عند الأخ حامد، كنحتفلوا معه سنويا. بهاد الأطفال اللي كيهزوهم إن شاء الله وكيحتفلوا بهم ويفرحوا بهم، واللي كيصوموا ليلة 27. وهذا احتفال معروف عند المغاربة كاملين. بالنسبة لوجدة واش هما كيحتفلوا؟ نعم حتى هما كيحتفلوا بنفس الإقبال. كيكون الإقبال. كيفاش جاتكم زايون الزازيه؟ الله يعمرها دار، ناس طيبين. أخ حامد الله نشكره بزاف هاد البادرة الطيبة اللي كيديرها كل عام. رحنا دابا هذا الموسم الثالث وحنا كنشتغلوا معاه، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا. الله يبارك فيك علينا وعلى الجميع إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. واش راك مبروكة؟ الله يبارك فيك. علاش علاش لبستي هاد الكسوة الزوينة؟ صمت. صمتي اليوم؟ صمت 27. كيفاش جاك الصيام ديال شهر؟ ماشي صعيب، سهل. سهل؟ شنو درتي اليوم؟ كاع دواها. دواها؟ شكون اللي جابك لهنا ولبس لك هاد الكسوة الزوينة؟ عم ياسين. هو عمها، هو عم العود. شنو بغيتي تقولي لبابا لماما وبابا ولدعمكم؟ كنقول لهم عواش مبروكة صافي. عواش مبروكة. حتى حنا كنقول لك عواش مبروكة. الله يبارك فيك. شكرا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك اخويا، الله يعطيك الصحة. حميد، شنو هي الرمزية ديال هاد الاحتفالات اللي كنبغيو نفرحوا هاد البنيتات الصغار، وراك عارف ما كتقدم فرحة مسكينات ملي كنطلعوهم في العمارية ونلبسوهم اللبيسات هما ونديروا لهم داكشي ديال العريسات. بغينا نديروا كما كيديروا جميع المدن المغربية، كيحتفلوا بالدري الصغير، بنية ولا دريري صغير ملي كيصوم أول مرة مسكين، في أول مرة في حياته يعني كيصوم. كان
يعني كنبغيو نفرحوه مسكين ديك الليله. شنو هي الاجواء اللي كتحتفلوا؟ شنو كديروا؟ شنو درتوا كامل في الاحتفال هذا؟ كنجيبوا عيسى وموجده وكنجيبوا الخيل كيركبوا يتصوروا على العود كما كتشاهدوا دابا بحال هكا. كنركبوهم مثلا على العماريه نهزوهم نلعبوا بهم بالعماريه نديروا لهم النقش ندير لهم اللبيسه بالدجاج ديالها. المهم كنسكسفوا عليهم نديروا داك الشيء ديال العريسات. ولا عليها الغيقبال الحمد لله. يعني كنبغيو نتعاونوا واخا بنا الانسان كي مثلا كيزيد من جيبو كيبغي حتى هو يدير دوك التقاليد اللي كيديروا في المدن المغربيه. لحقاش هذا التقليد هذا ما كانش هنا، يلا عاد كيدخل هاد العامين ولا ثلاث سنين. والله يبارك فيك السي فريد، بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. شكرا بزاف، كنشكروا الموقع ديالكم زي يوسي تاع الحدث. شكرا بزاف. قالوا لي في وزه، قالوا لي في وزه، قالوا لي في زيوم ولا تهالي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا في مدينه زايو كنحتفلوا، كاين واحد الحفله في ليله 27، كنتمنوا هذا الشيء كل مره كيتزاد عندنا ان شاء الله. وانا مول الخيل وكنتمنى مدينه زايو تكون حتى هي فيها التبوريضه. حنا مبليين في التبوريضه، وراه كاين صحاب العباد حتى هما كاين عندهم الخيل، ولكن ما كاينش اللي كيعاونهم ويديروا داك الشيء باش ما كاينش عندنا هذا الشيء. وكاع المدن كاين فيها الخيل وكاين فيها وقال لك الخيل مع الخير. وشكرا جزيلا.